هذه جديدة، هذه جديدة العشرة الأولى، هذه يعني. هذه العشرة الأولى. كتهضر على الجديد زين. سير سير، غمس غمس شوف. يا سيدي زيت راه تبارك الله، هاي زينة تبارك الله زينة، الجودة راه بحال مطحونة غير اليوم هادي. خوشي كاينين شي واحدين قال لك يهزوا من هذا الشيء وكيعصروا. المهم دابا يا المحتوى اللي غادي نهضروا عليه اليوم ان شاء الله هما المعصرات، النقاد ديال المعصرات. غادي نمشي شي ثلاثه المعصرات ولا اربعه نشوفهم جميع التفاصيل ان شاء الله، غادي نبارطاجيها معكم. غير خليكم متفاعلين مع القناه، وكل يوم مع الساعه 12 ونص حتى الواحده غيكون فيديو جديد. شوف تبارك الله هنايا كما كتشوفوا هما تبارك الله شحال ديال الشجر. شوف شوف تبارك الله خير موجود في الجبال اللي الله تعالى تقريبا. شوف الخوت واقيلا سعيد كي شوفوا هاد السيد غادي ناخذ منه الخبر. خليكم معنا. عطا معطى شحال انت تدخل تصور في المعصرة؟ تدخل تصور في المعصرة؟ يلا عليك يلا ندخل المعصرة. مرحبا سير الله يسخر. كتب جاب الله بعدا لقينا هذا الراجل ميسر هذا بعد سير تبعو. ندخلوا هذه المعصرة، أول معصرة تقريبا في العطاوية، غندخلوا عندها ونصوروها نشوفوا واش داير. الحباب داخلين عندكم؟ ها؟ الحباب هادو أما لا خلينا واحد 10 أيام ولا ما يخسر. أحسن من المذاق بحال هذه اللي تعرفها من المذاق، والحاجة شي حوايج أخرى ما تعرفهمش. راه ما يمكنش بقى كاع نقول لك. اللون ولا بقى كاع نقول لك راه ما تعرفهمش. كاين اللي كيدلون كيقادو كلشي كيقادو. دابا يا خاص بنادم يجي يوقف على زيتو بيدو. واودي قلت لك يشوف شي واحد معقول. غنوري الناس العصرة الأولى كيفاش كيتكون. لا لا راه نقدر هذه. هادو الخوت قال لك كدير 45 درهم وحدة، هذا الشيء علاش كيضطروا باش ما يبدلوهمش. يعني تقريبا هذا شحال فيها من وحدة هذيك؟ 25 25 قال لي شي 1000 درهم. ناس الخوت شوف هادو واش كيسموهم الله يعطيك الخير؟ هادو لا لا هذا الشوابكي ولا اش كيقولوا لهم؟ هاد المصاور يكونوا جداد اهم حاجه. هاد السيد هذا كيبان معقول، هما نعصروا عنده شعر. هذا هو الاول بلاتي غندخلوا عنده. انا جاي ضاربك عطاني رجلي نتسناك انا. انا جاي من دكاره. من دكاره؟ اياه. هذه البلديه ديال ثلاثه حجرات تبارك الله. هي كاين عندك غادي تبدا بديالك واقيلا ربما ضروري باش ما تطيحش الناس في الرخ طبيعة الحال. المهم الخوت هذا السيد ان شاء الله غادي نصوروا معاه نشوفوا التفاصيل ديال المعصره عنده نشوفوا ندوروا تقريبا. قلت لي عاد تفكرنا كي نشوف مصور مصور هذا المصور القدام راه ما يحملوهوش المشاهدين يشوفوه. الاسعار كيفاش دايره عندك؟ كتعصر على حساب ليترو ولا حساب القنطار؟ لا الكيلو ديال الزيتون 8 ريال يعني 40 فرانك. يعني بعد السلبيات اللي كيكونوا على الطواحن بحال هكا المعصرات اللي كيديروا يعني الناس اللي خاصهم يردوا لهم البال ويسولوا عليهم ويتاكدوا منه قبل ما يعصروا. قبل ما يعصروا ويسولوا الانسان على المعقول. الانسان. كانوا الناس معقولين ما يكونوا حتى مشاكل. كان فيه الخوات. كان الخوات اصحاب لا اله الا محمد. وخي وخي وهذا الشيء ديال المعاصر فيه مشاكل كثيره ما عندهاش الحد كاع. يعني. علاش قلت لك انا نضرب فيك اذا كان معقول هو يتقى الله بلا ما تحتاج تقول لي انت ولا تحضي ولا اما لا بيدي ما يمكنش تحضيش غتجيب سلعه هذيك تخلي عنده وكاين كيصيفط لك على الفلوس اغلبيه درك اغلبيه يصيفط لك كيصيفط لك على الفلوس ما كتشوف انت كيجي يدي الزيت هذا الشيء باش كان باش خدامين كاع مع الناس الحمد لله اغلبيه سير خدمتك هي هذه صافي على صافي الفلاحه كاين الفلاحه كاين الفلاحه يعني عندك الشجر ان شاء الله خرجوا معاك خرجوا معاك لا وين الشجر ممكن نشوف الشجر ماشي مشكل اي قول لي امتى غنبداو كان هذا الشيء كان هذا الشيء اللي سمعت انا تاع سمعتي ما شفتيش نسولوا الاخ هو اللي مول الحرفه ودي علاش قلت لك انا علاش قلت لك قبيله قلت لك ودي راه سول على ما معقول هما هذاك المشاكل جينا عندك صافي ثقفتينا جينا عندك جينا عندك حنا غادي نسولوك باش الناس توعى وعي الناس دابا الباطل كيهضر والحق ساكت ياك خاصك تهضر معنا حط لي الكاس ونقول الله يهدينا صافي قول لنا دابا شنو الله يهدينا شنو الانواع ديال الغش اللي ما غاتعرف شحال بتعرف اش غاتعرف
باش لا مشاكل كاين اللي تيهضروا دابا كاين الناس اللي تيخلط مثلا بالروميه هي كيو ماش كيديرها زيد لي سيور لي سيور فهمتي تيخلطها بلي سيور شنو لا مشاكل كثيره يقول لينا بعض المشاكل لا بحال شي خلطه بليسي وكتكون حزتها نقول احنا ديال الحفره احنا اللي عارفين خلى بالزيت لا مزيانه وي معقول يوقف خلينا نبدا قابل واخا غتوقف واخا غتوقف انت بتبقى قاعد خدامه ديما تما ما يمكنش هذا الرحال مثلا راه كاين هاد المشكل ماشي ما كاينش هو ميدور هذا الرحال هذه كطحن تقريبا ما بين 500 طن شاف طرفاش طحنا في النار طحنا ما لا في الطحنه مثلا في الرميه يعني الكميه يعني هو الرحال ما كانت على الاقل 500 الف راه ما يطحنهاش راه انا واحد اخر خاصك تجيب واحد الكميه بعدا على الاقل 500 كيلو فهمتي يعني 5 دابا هذا اللي كيقول لهم خصو يقولها لهم بعدا حتى لما يجمع لي القضيه بحال هكاك خصو يقولها لهم جبتي هاد الشيء قليل راه ما يمكنش تطحن لك بوحدو 50 كيلو ولا قنطار كاع ولا راه ما يمكنش يوضح للناس يوضح للناس هذيك الملقطه هذيك الملقطه هي اللي كتكون فيها الريحه هذيك اللي خايبه راه هي اللي كيخلطوا لك هذيك هي المشكل هذيك الملقطه علاش قلت لك انا دابا خصك ملقطه مثلا نديروها بوحدها شحال دايره الثمن ديالها الله يعطيك الخير دايره دوك هي ما بين وي 7 دراهم 8 دراهم انا من هنا لشهر 11 شحال يعطي تقريبا في الليطراج تقريبا على تجربتك 14 13 14 15 ما بين 13 14 15 داري وصل ل 20 زعما لا 20 انا كيوصل حتى الاخر ديال 12 هذا كيوصل ل 20 سي الحاج الله يعطيك الخير عندي بزاف ديال الاسئله غادي نختصر لك كيسولوا انت اللي غتجاوبهم انا صبروا شهر 11 صبروا شهر 11 صبروا شهر 11 باش تطلع لك الليطراج كثير وخا يطلع الزيتون ب 15 درهم 13 درهم الليطراج راه هو كيخفف من 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 الثمن ديالك ممكن تاخذ بالزيتون ب 15 درهم ويطلع لك الليترو ب 70 درهم ولا 80 درهم هادشي اللي كاين ياك اسيدي شنو تقول لهم انت دابا انصحهم هو اش قلت لك دابا حاليا دابا حاليا الا جا شي واحد خدا في المثل حاليا دابا راه قنطار قنطار حنا نمشيو على قد المستهلك حد المستهلك كيفكر صغير الا خدا قنطار بشحال يطحنوا وبشحال يتقام عليه القنطار وبشحال يعني التوتال دابا هو اللي يتقام عليه 90 درهم لتر يتقام عليه ب 90 درهم قول لهم التفاصيل باش نخرجوا عليه 90 درهم دابا الا خلينا مثلا في شهر 11 يقدر يطيح هنا مثلا 75 80 75 80 مع تيسير الله يبقى السوق زاكي دابا الا خدينا القنطار شحال ناخذو 1000 درهم ياك دابا 1100 1100 درهم شحال كتعطي سيدي من الزيت؟ كتعطينا 12 ايترو 12 ايترو شحال تعطينا تقريبا جات تقريبا 85 87 درهم الليترو ياك اللي غادي تجي تقريبا هادشي تيقولوا الناس تقريبا كطيح دابا 90 ولا زدنا عليها هذاك القنطار يعني شحال ديال الطحين لا دابا هي قال لك بلاتي قنطار شحال يطحن؟ شي 50 درهم ياك؟ قول تقريبا 50 درهم راه هي اللي 40 درهم ولا يقول 50 درهم يقول 50 درهم يعني تقريبا هاي ولا ب 85 وزد عليها 50 درهم يولي 95 درهم باش غيطلع الزيتون باش غيطلع الليترو باش غيطلع الا جيتي على حساب 12 كانت هذيك 13 قدر يطلع هذيك 85 ولا 90 هادشي اللي كاين لا دابا واش نقول لك دابا شي حاجه صحيحه دابا انت مازال ما بديش باش نعطيك حاجه مضبوطه يلاه يسرنا اليوم شي ثلاث ايام ولا شي حاجه ناخذ معك معلومه كامله هادشي اللي نقول لك باش نقول لك الزيت الزيت لان ما يمكنش تفوت 90 درهم ما تفوتش 90 درهم ما تفوتش 90 درهم 80 85 90 وحنا نتمناو من الله تكون اقل ما كرهناش بشي 50 درهم الحاج والله ملي كنا كنبيعو حنا ب 40 درهم انا راه اشتري لقيتها ب 50 درهم راه المغرب كامل ان شاء الله مفرق لي لا واني راه تكون هي طايحه ب 50 درهم عرفت 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 واش فهمتي عرفت هذا الشيء عرفت ماشي يقول لك واحد راه الزيت مثلا داير 70 درهم وتعاود يبيع لك 50 درهم هذاك راه بيغشك يعني غيدير لك شي حاجه ماشي بيغشك هذا كيفاش يغشك بحال اش الحال طبيعه الحال خلطك بالروميه طلع المشاكل خلطك بالروميه بالروميه خلطك شي حاجه خانزه جيب لك شي حاجه قديمه قديمه خانزه كاع ضربها مع جديده طلع المشاكل يعني بنادم يزيد شويه الفلوس ياخذ حاجه نقيه اش يقول لك اش هو يا ودي في الاول قلت لك في الاول يا ودي قلب على شي واحد معقول راه قول لي اش بيتي ديال لك اش بيتي ولا بدا ولا بدا كيتشرب واحد السلام عليكم الخوت كي دايرين بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله الاتجاه ديالنا جيت الاجبال ديال
شجر ديال الزيتون. غادي نمشيو معكم للمعصرات تقريبا، غنديروا شي جوله على ثلاثه المعصرات ولا اربعه، غنشوفوا ان شاء الله انقى معصره غادي نعصروا لكم فيها الزيتون ان شاء الله. غادي نعينوها غير دابا، باقي ما غاديش نعصروا دابا، حنايا غير كنوجدوا شهر 11، باقي تقريبا 15 يوم ان شاء الله. غادي نحاول دابا نقلب على المعصره ديال العصير، ومن بعد نقلب على الفلاح اللي غناخذ لكم منه عنده الزيتون. هاد البلايص كلهم، هاد النواحي ديال العروبيات كلهم ديال الزيتون. غندير لكم شي دويره ان شاء الله باش نولعكم تتوما. عجبني المنظر، قلت نبارطاجيه مع الاخوان ديالنا. المهم دابا يا المحتوى اللي غادي نهضروا عليه اليوم ان شاء الله هما المعصرات، النقا ديال المعصرات. غادي نمشي شي ثلاثه المعصرات ولا اربعه نشوفهم، وان شاء الله هما اللي غادي نبارطاجيهم معكم. والمعصره اللي مزيانه نقيه هي اللي غادي نعصر فيها. وخليكم في الاخر الفيديو ان شاء الله، باغي نهضر معكم. كاين بعض المتابعين كيسولوا شي اسئله، ان شاء الله غنطرق ليها باش نجاوب عليها كامله في الاخر الفيديو ان شاء الله. المهم دابا حنا كنتواجدوا في النواحي ديال العطاويه في العروبيه تقريبا، غادي نشوفوا معكم ان شاء الله المعصرات كاملين اللي كاينين في هذه النواحي. غادي ندور تقريبا كاين واحد سبعه المعصرات ولا ثمانيه. المهم غادي نديروا مقارنه ما بين القلعق وما بين العطاويه، ونشوفوا الثمن اللي رخيص واللي نقيق. المهم هي النقا، ماشي مشكل الثمن، المهم هو النقا، على حسب المتابعين ديالو كيتيقوا في المحتوى ديالنا. ان شاء الله غادي نقربوهم من الاجواء ديال العطاويه كامله ان شاء الله. خليكم متفاعلين، حاول تفعل الجرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون ديال الفيديو الجاي ان شاء الله. كاع الحلقات ان شاء الله غادي بارطاجي معكم مع 12:30 حتى الوحدة بنهار. بسم الله نبداو على بركة الله. خيرات موجودة تبارك الله، موجود الخير، موجود تبارك الله في العطاوية. ضربوا عليهم شي طليلة، شوفهم واش نزلوا ولا مازال. تبارك الله الشجر كله نازل تبارك الله، خير موجود تبارك الله. شوفوا تبارك الله شجر كثير، شوفوا الخير تبارك الله. بلاتي نزومي لكم، الخيرات نقربكم بالاجواء الخوت باش تشوفوا كل شيء قدام عينكم ان شاء الله. بحال انتم يا وسط عطاويه، هذا تقريبا فيها الزيتون كحل، تقريبا الزيتون مبقى لي والو، تقريبا مبقى لي والو. كاين هذا تقريبا كله كحل، هذا تقريبا كله كحل، هذا كحل اختر، هذا مخلط. المهم غادي ندير لكم شي دويره خفيفه ان شاء الله. تبارك الله زاهر الخير، انت خذت كامله تقريبا هذه شجره ديال الزيتون كامله كامله كامله، المنطقه كلها شجره ديال الزيتون. الناس الفلاحه كلهم كيعيشوا من العطاويه تقريبا، كتعيشها بهذه الفلاحه ديال الزيتون صافي لا غير. المهم خليكم معنا، غادي نمشيو ان شاء الله للمعصر ونشوفوا اجواء كثيره كما كتشوفوا الخوت. ان شاء الله نقلبوا هاد الزيتون نشوفوا واش باقا فيها ولا قلعوا منها. نهبطوا منا الزيتون، تقريبا كاع الشجر باقي عامر الخوت، يعني ما كاين والو في السوق. شي واحدين كيبارطاجيو كيقول لك لا صافي الناس راه بداو كيقلعوا، ولا مازال الخوت. اللي كيدير شي تجربه في القليع كيمشي عصر كتعطيه 9 و 10 صافي كيتراجع ما كيعاودش يقلع، كيجرب واحد القنطار كتعطيه 9 و 10 صافي ما كيبقاش يقلع. كلشي صابر دابا، كاع الكسابه والفلاح الكبار باقيين واقفين ما كاين والو. المهم انت كما كتشوفوا الشجر هذا كله شجر ديال الزيتون، تشوفوا الخوت باقي ساكن. غادي نشوفو بلي باقي ساتين، هادو واقيلا ربما ساتين. غادي نشوفو هادي نمشي ان شاء الله. هدا النفايات ديال الزيتون، هدا هدا من لاخر ديالو، كيبان ليا الناس خدامين واقيلا. هدا كله الزيت لعبو بلا خوفتي. كاينين شي واحدين قال لك يهزو من هادشي وكيعصرو، الله اعلم متقلدوش. حنا اش كنقولو للناس، حاولوا توقفوا على شغلكم باش ما تشكوش
وقفوا على شغلكم بيديكم، العصير هادشي ما فيه اللعب، هادشي راه الصحة الماكلة ماشي هي الحوايج ولا المهم. غادي نحاولوا نسولوا على هادشي هذا. خوت حنا لقينا واحد المعصره نشوفوها ان شاء الله ونسولوها بعض الاسئله. كتبوا لي الاسئله كلها اللي نسيت شي حاجه فكروا لي. المهم غندخلوا عند السيد ونسولوا. خليكم معايا بسم الله نشوفوا واش بادي الخدمه ولا مازال. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جينا ان شاء الله من دوك على كاين شي ضيف الله ولا مرحبا. عايشين انتم وسط الجنه تبارك الله. كل شيء زيتون، كل شيء غصن، حال بارد واخا كاين الشمس. الحمد لله. قول لي امتى غتبداو ان شاء الله؟ ويلا تراك فلاح ما زيتون ياك؟ يلا بدينا اليوم نيت. زيتون كطيحوا دابا ياك؟ لا الناس خدامين خدامين دابا. كاين اللي بعدي بالنسبه للمعاصر، كاين اللي بعدي كاين اللي مازال. الحليبي امتى؟ خدامين دابا تيحلبوا الناس. كيحلبوا الناس. تقريبا امتى يبدا يوجد الزيت الزيت الزيت؟ من دابا كاين الزيت دابا. دخل دابا بعد الرحبه لقيتهم باقي الخاوي. السوق معاصره. معصرة لا ماشي معصرة، السواق بحال السوق العطية. دخلت السوق العطية فيه زيت. عطيني بحال العطية. الناس اللي غتجي دابا العصر، الناس اللي غتجي من دابا على حساب المعطى. المعطى شحال انت تدخل تصور في المعصرة؟ تدخل تصور في المعصرة؟ يلا تابع عليك. يلا ندخل المعصرة. مرحبا سير. الله يسخر. كتب جاب الله بعد لقينا هذا الراجل ميسر هذا بعد. سير تبعو. كي داير؟ لاباس؟ هذا بابا كذا؟ لا. اش كيجي؟ عمك اش كيدير؟ اش كيدير؟ ها نمشيو ندخلوا عنده. خوت خليكم معنا ندخلوا عند المعصرة، أول معصرة تقريبا في العطاوية غندخلوا عنده ونسولوه نشوفوا واش داير. وين المعصرة تاعو؟ حنا غنسولوه. بسم الله اللهم بارك. شتي كيبان ليا بعد رقي كيتغسل، أول حاجة كيتغسل. تصور على السي كبير. اييه بسم الله ان شاء الله كيبان ليا وقيلا هنا غنطحن. انا كنقلب على بحال هاد الناس الخوت. شوف هادو اش كيسموهم الله يعطيك الخير؟ هادو لا لا هاد الشوابكي ولا اش كيقولوا لهم؟ هاد المصاور يكونوا جداد اهم حاجه. هاد السيد هذا كيبان معقول. هما نعصروا عنده ان شاء الله. هذا هو الاول بلاتي ندخلوا عنده. اخير خليكم معنا كتبوا لنا الاسئله ديالكم وغادي بسم الله. ها هذا صور اليوم صافي نتسناك انا ما عندي ما يدير. انا راه جاي ضاربك عطاني رجلي نتسناك انا. انا جاي من دكاره. من دكاره؟ اييه. هذه البلديه ديال ثلاثه حجرات تبارك الله. هي كاين عندك اخرى ما كنت هي هذه. الله يرحم لك الوالدين. ونسولك اسئله شويه محرجين. انا راه شويه قاصح. رانا يا انا راه انا اصبح انا اصبح انا نعيط لك دافع علينا كبير تتا. صافي جي جل مرحبا دير بخير. جينا عندكم باش تضايفونا. مرحبا صاحبي. السلام. السلام عليكم. كيدير؟ باقي النهار الاول باقي ما تغسلش ما والو يعني غادي تبداو اليوم. بداو تلوحوا الزيتون دابا. عندكم شي حاجه باش تبداو؟ يلا لا حنا الزيتون غادي تبدا بديالك واقيلا ربي ضروري باش ما تطيحش الناس في الرخ. طبيعة الحال. المهم الخوت هذا السيد ان شاء الله غادي نصوروا معاه نشوفوا التفاصيل ديال المعصره عنده نشوفوا ندورو تقريبا. قلت لي عاد تفكرناك بشويه مصور. مصور هذا المصور القدام راه ما يحملوش المشاهدين يشوفوه. انا راه كنقلب على المعصره على الاقل بعدا يكونوا هادو جداد. خوت كنهضروا على هذا ضروري كدير مصور جداد ما يمكنش تبدا بالقدام. هاد المصاور يكونوا بعدا جداد ضروري.
كاين اللي خدم بالقديم ودخلت مع صاحبي خاصنا الزيت. لا هو كون خدم وسطهم خدامين هما راه خدمتها صافي عامر وحده ولا جوج ولاو كحلين عرفت. ولكن راه كندخل لهم كنبقى نشوف بعيني كنلقى بانه واكل العصر تقريبا. اعطيني اعطيني الصلاحيه ديالهم شحال دابا كيفاش الى عياو كنلوحهم كنخدموا. السلام ورحمة الله تعالى. الى عياو كنخدموا عام واحد عام صافي. شحال كيديروا الثمن ديالهم؟ هادو 45 درهم الوحده. اه البياسه البياسه هذوك دابا فيهم شي 300 تما. اه قول لي هي كامله بها 45 الوحده. الوحده الوحده قول لي هذاك ديسك الواحد قطع قطع شي هذا قطع وهذا 45 درهم. جيب 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 كل ما زيد عليا شي وحيده شوف. ها هي الخبز شاي هادو ما سميتهم السواري ولا مصاور. مصاور مصاور ما بغاش تحطيه مصاور. المغرب كله معروف كيقول لهم الشواب كاين اللي كيقول لهم لا مصاور كل شيء تيقول لهم المغرب كله مصاور. مصاور هاد المصاور هما اللي غادي نخدموا بهم ان شاء الله مع هذا السيد الاخ كريم. عرفنا على كما عرفتينا سمعك الله عبد الكبير. انت يا فلاح ولا غير خدمتك هي هذه صافي؟ لا فلاحه يعني عندك الشجر ان شاء الله نخرجوا معك نخرجوا معك. لا وين الشجر بعيد ممكن نشوف الشجر ماشي مشكل. اي قول لي امتى غادي يبداو يطيحوا دابا؟ دابا بداو الناس دابا كثير من الاول ديال العصر ولا كيديروا مشقوق هذاك راه ماشي كيطحنوا. اييه ولكن نحن كنهضروا على العصير. العصير قول يلاه كاين اللي بادي كاين اللي مازال عصير مازال لقاش باقي ما عطيش الزيت مزيان بعدا شويه تولي تقريبا ديك 13 14 هما الخوت. فوالا مو صافي عز بقى عز هذا الخوت قال لك كدير 45 درهم وحده. هذا الشيء علاش كيضطروا باش ما يبدلوهمش يعني تقريبا هذا شحال فيها من وحده هذيك؟ 25 25 قال لي شي 1000 درهم ياك؟ المهم دابا في هذيك البريسه كتهز لك تقريبا 100 يعني خاصك 4 انت عندك 3 تبارك الله كاين 4 كاين 4 دابا 3 4 الله يدير الخير امين الله يدير الخير. المهم نديرو شي دويره ان شاء الله على لي ماشين تشوفوهم وغادي تقول لنا الثمن شحال كذا صار شحال شنو الاسعار كيفاش دايره انت؟ كتعصر الحساب اللي يطرو ولا حساب القنطار؟ لا الكيلو ديال الزيتون 8 دريال يعني 40 فرانك كاين 6 دريال لا الا كانت عندي شي واحد شحال طوناج كثير شي 4 طون. المهم الا كان طوناج كثير هذا كنطحنوا ليه ب 6 دريال اكثر عنده شي يكون عندك ديما جالس عندك ديما. اما اقول دابا هو كلشي غلا دابا 7 8 40 فرانك ديال الخدم الناس العاديين اللي كيقول عندك راه كاين عندك 40 طون ولا 50 طون هذاك دير معك حتى هو معاه. اما الشيء الاخر 40 فرانك. اعطيني بعد السلبيات اللي كيكونوا عند الطواحن بحال هكا المعصرات اللي كيديروا يعني الناس اللي خاصهم يردوا لهم البال ويسولوا عليهم ويتاكدوا منه قبل ما يعصروا. قبل ما يعصروا ويسولوا الانسان على المعقول. الانسان كانوا الناس معقولين ما يكونوا حتى مشاكل. باين على وجهك. الحمد لله. ربي يسر لينا معك انت الاول. كون مع الله يكون معك. هذاك الشيء اللي كاين راه تلاقي شتك طالع مع الطريق هذيك الساعه كنت مهول هذا الكوليش وطلعني معك يلا خرجتي انا هابط. اه تلا انا عرفتك جاي لعندي صافي احنا تلاقينا شوف ربي كي داير لها خليك انت مشيت انا جبتها حطها مشيت على المعصره الاخرى لقيتها ساده. اه ساده التقليديه عليها طلب بزاف قلنا نجيو لكم جينا نجيو عندكم مرحبا ماشي مشكل. الشباب بغا يخدموا معنا ان شاء الله ياك تبان ماشي مشكل. الشباب ان شاء الله غيبداو معنا. مرحبا سميه اسامه. اسامه مرحبا. لكن اهلا معصر موجود البصل وين في الطريق الخوت. انا نسيت شي حاجه كتبوا لي في التعليق شنو الاسئله اللي تبغوا تسولوا السيد تسولوا لكم. هذه جديده هذه العشره الاولى هذه ياك؟ هذه العشره الاولى انا اكبر هذاك الشيء كي نوريو الناس العصره الاولى كيفاش كيتبنى. لا لا راه نقدر هادي بلاتي شدك واحد التصويره انت والكاس. لا مازال ما عرفتكش العسراوي. العسراوي 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 بخير الحمد لله الله يبارك فيك انت. الحمد لله على خير بارك الله فيك. الحمد لله مراكش واقيلا
مرحبا سيدي، مرحبا. يا الله صحيح بدينا اليوم قول من الحد ان شاء الله تكون الزيت. الناس ديال القلعه كيضايفوا فينا. جزاك الخير، انا غنريح انا غنريح، خصنا نشوفوا وروا الناس ولاد القلعه كيفاش دايرين. ما عرفتينا ما دخلتي. الزيت هذه الزيت الزيت راه ولا فين هي الزيت؟ راه ولاو كيجيو من فرنسا باش ياخذوا الزيت ديال المغرب. ما منعوش داك الشيء، كيديروا لهم بودر كيعطوا لهم تما يا الغبره وهذيك الزيت الروميه زيت. خافش الناس اولدي. اه. قالوا الناس. المرض. الغلا، الغلا كاين كل شيء. علاش دابا يا اغلبيه خاصو يوقف على شغلو بيدو. اه ولاتي. اه خوياتي. كيفاش تكرفسوا سيدي؟ عطيه شي معلومه للناس باش ي. قالوا ديال الحفره وديال الفنيد. كان هادشي كان؟ هادشي اللي سمعت انا. تا سمعتي ما شفتيش. نسولوا الاخ هو اللي مول الحرف. ودي علاش قلت لك انا علاش قلت لك قبيله؟ قلت لك ودي راه شوف سول على مبين معقول هما هذاك المشاكل. جينا عندك صافي ثقفتينا جينا عندك جينا عندك حنا بغينا نسولوك باش الناس توعى وعي الناس دابا الباطل كيهضر والحق ساكت. ياك خاصك تهضر معنا حط لي الكاس ونقول الله يهدينا وصافي. قول لنا دابا شنو الله يهدينا وصافي شنو الانواع ديال الغش؟ ما غاتعرف شحال غاتعرف. اش غتعرف؟ دابا شنو لا مشاكل كاين اللي كيهضروا دابا كاين الناس اللي تيخلط مثلا بالروميه هي كيو ماش كيديرها؟ لا زيد لي سيور العواعه لي سيور فهمتي؟ اه تيخلطها بلي سيور شنو لا مشاكل كثيره يقول لنا بعض المشاكل بحال شي خلطه بلي سيور كتكون حزت نقول احنا ديال الحفره احنا اللي عارفين بحال بالزيت لا مزيانه ما مزيانه اه من المذاق بحال هذه تعرفها من المذاق وحاجه شي حوايج اخرى ما تعرفهمش راه ما يمكنش بقى كاع نقول لك اللون ولا كاع نقول لك راه ما تعرفهمش كاين اللي كيد اللون كيقادو كلشي كيقادو دابا يا خاص بنادم يجي يوقف على زيت وبيدو واودي قلت لك يشوف شي واحد معقول وي معقول يوقف واخا تقابل واخا غتوقف واخا غتوقف انت ما تبقى قاعد خدامه ديما تما ما يمكن ما يمكنش المهم غادي نحط مع بعد نقوتو معكم بعد عاد نكملوا واش غادي انتم كتاكلوا بحالكم صاحبي جاي من دكان وما عيطوش علينا اجي من دكان وما عيطوش علينا ربي كاينه راسي يا راسي عربو يا قشر 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 بسم الله كيفاش؟ اول مره نكمل ضد الزيت عندك اول مره اول مره هزوها مزوقه مع صرون اول مره بسم الله زيت ما كاينش وهذه حلوه الخوت هذه ما فيهاش الحار كاع ما فيهاش الحار هذه بلا حار الحباب داخلين عندكم ها الحباب هادو شي حلو عندك معقول عندو زيت مزيانه الجوده كاينه الجوده شحال دايره دابا انت في راسك الثمن اللي عارف دايره 80 درهم دابا جمله جمله 80 درهم تسقاط لا تسقاط 100 درهم وي ودابا بقى ناقصه في الطوناج مازال ما كانش بزاف. كتهضر على الزيت الزين سير سير غمس غمس شوفو. اسيدي الزيت راه تبارك الله هاي زينه تبارك الله زينه الجوده راه بحال مطحونه غير اليوم هادي. قال لك الزيتون شحال داير؟ داير 220 230 دابا. 220 شحال كيعطيك؟ كيعطي 8 10 حتى 12 كاع اللي كان مخير لاوي كيدير 12 12 12 اي هاي السلام عليكم وعليكم السلام يا مولانا كي داير اسيدي؟ السلام عليكم اي بصحتكم والله العظيم انت ان شاء الله لا يجوز نشوفوا الخوت واش كيغسلوا فيه الله سوارج امي القاية تبارك الله كاين شي سوارج كحلينا صح تجي العام الاخر داك الشيء اللي داه هو اللي كي هو اللي كيرقى كيبقى عندك ديما درتي معاه الفويت عام مره مابقاش تشوفه هاك غتجري عليه السميه فكرني بها الله يعطيك الخير عبد الكبير عبد الكبير سي عبد الكبير كبير والله عز وجل المهم اللي خايف منا بزاف عرفتي شناهي هي كاينين بعض المعصرات كيكونوا يلاه بادين ما كيكونش عندهم اقبال على عندهمش كليان باختصار وكيشدوا 10 كيلو من هنا 100 من هنا 200 من هنا هذه فيها التوفنه هذه فيها البوريه هذه فيها المزيانه هذه فيها الخامجه هذه فيها
وعاوتاني زيد حاجه اخرى كيخلوه في هذيك الخيشه، راك عارف انت الخيشه كدير ماشي بحال الصندوق، الا بقات في واحد الخيشه واحد مده، واحد الشهر ولا شهر ونص ولا كي كتولي. لا هو اسمح لي، شحال ديال هو الزيتون خاصو الا تعطل، كاع الا تعطل اربع ايام خمس ايام من اللي يطيح، الا تعطل هذا لا تعطل هذا اربع ايام يطحن، اربع ايام خمس ايام خاصو يطحن. اما لا خلينا واحد 10 ايام ولا ما يخسر، واحسن حاجه نخليه في الصندوق ولا في العرام، في العرام، العرام احسن، العرام احسن من الخيش، احسن من الصندوق واقيلا كاع. لا الصندوق مزيان، مزيان. المهم ما جاوبتيش، كلشي عنده الصندوق. استغفر الله، ما جاوبتينيش على هذا النوع، هادو اللي كيشدوا بحال هكا يكونوا يلا فاتحين المعصره ولا يا ولا كاينين هما اصلا كيشدوا بحال هكايا كيخلطوا ديال الناس، كل واحد كاين اللي يجيب المزيانه، كاين اللي يجيب البوريه، كاين اللي يجيب التون، كل وكيشدوا كيدير عصره واحده وكيخرج كل واحد ليطراج ديالو، فهمت؟ يقول لي شحال جبتي انت؟ كذا وكذا، فهمت؟ كيديروا هادي بحال دابا انا جايب المزيانه وكياخذ هذيك الخامجه اللي جاب جاب الاخر. هو اللي دابا المشكل، فهمت؟ كيطحن طحنه واحده، كيبقى يجمع 10 من هنا، 100 من هنا، 200 من هنا، في الاخر كيطحن كل شيء طوناج، وفي الاخر كل واحد كيعطي حسابه. ملي كيكون كل واحد كيعطي حسابه كيصدق اللي جايب المزيانه كياخذ معاه الخامجه، واللي جايب الخامجه ياخذ معاه المزيانه، فهمت اش كيوقع؟ ولا هذه اللي كيطيحوا فيها بعد. هذا الرحى مثلا راه كاين هذا المشكل، ماشي ما كاينش، وني دابا هذا الرحى هذه كطحن تقريبا ما بين 500 طن. شحال في طرفاش؟ طحنه في النهار، طحنه من لا في الطحنه مثلا في الرميه، يعني الكميه، يعني هو الرحى الا ما كانت على الاقل 500 الف راه ما يطحنهاش، راه انا واحد اخر، واحد اخر خاصك تجيب واحد الكميه بعد على الاقل 500 كيلو، فهمتي؟ يعني 5 دابا هذا اللي كيقول لهم خصو يقولها لهم بعد، حتى لما يجمع هذيك القضيه بحال هكا خصو يقولها لهم، شتي هادشي يقلي راه ما يمكنش يطحن لك بوحدو 50 كيلو ولا قنطار كاع ولا راه ما يطحنش بوحدو، يوضح للناس، خصو يوضح للناس اكيد، يعني وحتى الا جاب الله كاع كان عنده هذا المشكل هذا خصو يشوف السلعه تكون بحال بحال. يعني نصيحه اللي بغى يجي خاصو ياخذ بعد هذه المعلومه يديرها في باله، ماشي يجي على اساس يطحن قنطار ولا جوج، ما يطحنوش، لا ما يطحنوش اي معصره، لا اي معصره. دابا كيجي مثلا السيكويه بيت قنطار مثلا يقول صحيبي نعطيه لك زيت، ما يمكنش يطحنوا لك في، انا عارف مثلا يعطينا 13 في القنطار ولا 15 ولا 20 ولا الى اخره، داك الشيء اللي عطي في هذاك النهار مثلا الزيتون كنقول له نعطيه لك زيت، واخا تكون واخا تكون مطحونه مع البوريه، لا ياخذها، لا ما عندناش حنا البوريه بعدا اصلا، ما كطحنوهاش، ما كايناش هنا كاع البوريه، فين هي شفتها؟ السقوي اللي كاين صار. والبيار موج السقوي اللي كاين، ما كاينش البوريه الساعه هذيك الملقطه، هذيك الملقطه هي اللي كتكون فيها الريحه، هذيك اللي خايبه، راه هي اللي كيخلطوا لك هذيك، هي المشكل هذيك الملقطه. علاش قلت لك انا دابا خصك الملقطه مثلا نديروها بوحدها، شحال دايره الثمن ديالها الله يعطيك الخير؟ دايره دوك هي ما بين 7 دراهم 8 دراهم. او زعما انت ما عمرك بعتيها بعد اول حاجه، هادو الناس اللي كيبيعوها زعما لا بعتها شنو بعتها؟ شكون علاش كنقول لك دابا؟ دابا كنقول لك بعتها يعني الملقطه هذه راه ملقطه، كتقولها له، فهمتي؟ كتقولها له، لان كاين اللي كيبغي يطيب بها كاين واش ياك تقول ناقصه شويه في الثمن، اييه، واني كتبيع مثلا ملقطه راه ملقطه، مليحه راه مليحه، كله ثمنها، أيه. راه في المذاق ذاك اللي بيجي ياكل، ديك اللي ملقطه كتصيف واحد شويه اللمضه قاصحه شويه مرة قاصحة شوية غير في واحد الريحة، وديك اللي ما ملقطاش كتلقاها زوينة بنينة مليحة حلوة، أي هذيك اللي قاصحة شوية تنقول احنا قاصحة مرة كتجي حارة شوية، هذيك كتكون مزيانة في الطيار، كيطيبوا بها الناس، كيطيب بها، هذيك اللي كتكون قرقوب كتطلع هذيك مليحة، يعني في الماكلة كتكون معزبة هذيك، أي دابا هاد القضية اللي كيديروا دابا الناس اللي كيخلطوا الملقطة مع المزيانة، بحال دابا الناس اللي باغا تجي تطحن خاص دير بحساب انها راه القليله 5 القناط، القليله 5 القناط اقل شيء 5 القناط، ولا طون، لا طون، المهم المهم 5000 ماشي مشكل، يكون عندك هذا الشيء شي نصيحه للاخوان، شي نصيحه، هذا الشيء اللي كاين هو هذا دروك، قلت لك بالنسبه لا باغي يبدا باغي يعصر شنو تقدر تقول له باش يبدا يعصر ويرد البال منهاش وكيفاش وهذه باش تعطي التفاصيل كامله بعد الليطراج شحال كاين دابا قلت لي كاين 12 13 دابا هو اللي كاين خاص الانسان بيطحن كيسولنا شحال كيعطي مثلا الزيت اليوم ولا غدا مثلا يعني نقول لي شحال كيعطي فهمتي مثلا بحال درك نقولوا 13 مثلا ما بين 12 13 11 اللي كيعيط لي السيد مثلا في التليفون كيقول لي راه اللي عاطي واش شحال ديال الثمن السوق مثلا دابا مثلا
11 درهم نقول 11 درهم كاين اليوم مثلا في السوق نقول 11 درهم مثلا وعادي 12 يطلع في القنطار. المهم دابا يا ان شاء الله غادي نبداو معاك، راه كما شفتوا الخوت هاد السيد ان شاء الله راه غادي نطحن عنده بعد هذه المعصره. انا كنت موعدكم ثلاثه الحوايج اللي ما لقيتهمش غادي نمشي بحالاتي. اول حاجه لقيت بعد المعصره فين غادي نعصر، ثاني حاجه غادي نقلب على الزيتون. ما تقدرش توفر لنا الزيتون اسيد؟ ماشي مدبرك الزيتون ماشي مشكل على حسب الكميه. انا ما قادرش نقول لك دابا، راه الناس باقي كنوعد فيهم شهر 11 ماشي دابا، انا داير معاهم شهر 11 واحد ان شاء الله. هاي صيفطوا لي ساعه نبدا نعصر ان شاء الله. ليمون صيفط لي الله يبارك فيك. اجي عيش معانا انا واحد يومين ثلاث ايام زين تشوف من هنا من هنا لشهر 11 شحال يعطي تقريبا في الليطراج؟ تقريبا على تجربتك. يعطيك 14 14 15 ما بين 13 14 15 غير يوصل ل 20 زعما؟ لا 20 هذاك كيوصل حتى الاخر ديال 12. هذا كيوصل ل 20 واحد كيفوت 20 شويه ما يدخلش شهر واحد يولي 21 22 وغادي. دابا البكر كاينه ما بين ولكن هاي البكر هي شهر 11 نقول الصراحه احسن زيت لان هذيك كتكون حاره شويه ديال الاول ديال 10. هذه ماشي بكر، هذه فايت البكر. هذه المهم بكر، هذه هي البكر معقول هي ولكن كتكون ناقصه في ليطرويات فهمت؟ في ليطر يعني 9 و 10 كطلع غاليه شويه كطلع ب 900 درهم. بالنسبه لهذاك الناس اللي كيروجوا دابا في السوشيال ميديا وكيطحنوا كيصيفطوا لعباد الله، شفتي هادشي انت راك شفتيهم؟ نشوفو الناس اللي كتقدى دابا شنو تقول لها؟ احسن حاجه احسن ميساج تقدر تعطيها لي ودابا من الاحسن ميساج نقول للناس دابا علي اللي ما عنده اللي ما دار حساب الفلوس يعني وعنده ماشي غادي يسكر يالله احسن زيت اللي باغي نقا واحسن زيت هي دابا مثلا من هنا من هنا كاع حتى النص ديال 11 يعني هذا الشهر 11 راه فيه الزيت مزيان فيه خير 12 هي فيه شويه زيت وليت بدات كتخفيف فهمت تولي جاريه فهمت شهر واحد راه ولات جاريه كاع بحال كتسالي شهر واحد ان شاء الله. المهم غندخلوا معكم لداخل ان شاء الله. دخل 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 بلا ما خدم بعدا سميتو غادي يتشطر يجيبها في راسو يتشطر كله وعقله كله وفكرته كله. المهم كما قلتي خلاصه الامر يقلب على شي واحد معقول اللي غادي يسخر له صافي سلام الى بيته ولا بغى يجي ياخذ الزيت ما يفكرش قل من خمسه القناطر فوق خمسه فوق خمسه القناطر عاد يقدر يطحن. اييه يقدر يطحن. نشكروك اسي الحاج ندخل معك المعصره ونشوفوا نشوفوا ندير معك شي جوله خفيفه وان شاء الله احنا غنبقاو معك شهر كامل اسي الحاج. مرحبا سي وجميع الحباب اللي غاديين يبغوا يطحنوا غادي نطحنوا هذا السيد ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله. بالنسبه للمعصره اللي لقيتها الخوت غادي نطحنوا عنده. المهم الزيت الزيتون غادي نقلبوا عليه شي نصيحه يمتى ناخذ الزيتون؟ انا يدير دير تقريبا شي 4 ايام قبل ولا شي سيمانه قبل نقدر ناخذ قبل شهر 11 بعد على الاقل ماشي مشكل على الاقل بعد خليها تتبقى ديك 8 ايام ولا 10 ايام في شهر 10 اسبوع اسبوع نقدر ناخذ الزيتو. اي ناخذ الزيتو من بعد تجي مع شهر مع شهر 11 ان شاء الله ان شاء الله. نشكروك الحاج على المعلومات القيمه اللي عطيتينا. مرحبا سيدي. المهم كتبوا لنا الراي ديالكم في هذا الشخص. المهم غادي ندخلوا معاه ان شاء الله المعصره وغادي يبارطاجي معنا المراحل وجميع التفاصيل ديال المعصره اللي عنده. الله يكمل عليه بالخير والله يدير الخير بسم الله. الله يسخر ويجيب التيسير. ياك خذ بسم الله. شنو الراي ديالك في القناه بعد؟ القناه مزيانه كدير عرفتي القناه ديالك؟ المهم القناه من العيد الكبير وقيل شوف من العيد شوف شنو لقيتي في المحتوى؟ المحتوى هادف كيجيب سلبيات وايجابيات كيجيب لا هي ايجابيات كاينين كتعطي الاثمنه في جميع الاسواق في جميع ما كاين حتى سلبيات. لا السلبيات كيكونوا عند بنادم عند المتتبع. السلبيات والايجابيات كاينين في السوق كنحط اي حاجه كاينه في السوق كنحط الواقع اللي كاين في السوق هو السلبيات كيكونوا مثلا نقول لك واحد السيد كتب لي في التعليق قبيله ولا مرات البارح قال لي يلا تفكرتك البارح وعيط عليا الفيديو ديالي علاش كان كيتبهني في العيد
قال لي انت اللي تلاق صحاب الزيتون. وفي العيد والناس اللي كانوا كيتبعوك انا كنشوف التعالع كله واش كيقول، كاين اللي كيقول لك اودي كيزيدوا فيه كيقول واحد كنت كنتفرج انا وياه، كنت كنتفرج فيه انا وياه كنتفرجوا في واحد الفيديو كيقول لك واه شوف كيقول تبارك الله ما شاء الله وكيضخم وكيدير شي واحد انا هادو شاش كنت كنتفرج انا وياهم كيقول لك كيقول تبارك الله ما شاء الله هو الخروف غير صغير وكيقول لك ما شاء الله تبارك الله قال لك الثمن ما كيقولش عليه انه زايد وطالع هذه سلبيه كيقول لك اودي الثمن السلام عليكم صافي سي الحاج راه كيعرفني قبل ما نعرفه انايا تفرجتي ليا في العيد الحاج تفرجت في العيد دائما في العيد فرحت في المحتوى كلمه الحق الحمد لله مزيان داكشي الله يسهل عليك هو خاي دابا كنشوف داك اللي تسول مثلا الثمن وما تيبيش يقول لك الثمن الحقيقي مالي العجول مالي العجول كيكذب وكاين اللي ما تيبيش يجاوب كاع عاد هذا لا بد ما عندك ما دير له الحاج عندك ما دير له غادي تسولو عطاك نيتو راه غادي تاخذها ما عطاكش نيتو الله يسخر ليه الله يجيب التيسير الله يسهل الجميع كاين اللي ما عرفتش كيدير كاين كل واحد ونيتو كيفاش داير المهم انت كي جاك المحتوى لا مزيان وبزاف بزاف كاع دابا علاش الناس ما كتعرف اش كاين في السوق اش كيروج في السوق اش شنو المحتوى اش بان لك فيه في التصنع ولا في الواقع؟ لا الواقع فين انت كاين واحد السيد في القلامة شنو يقول لي هو الواقع ما كذب على الحمد لله الحمد لله بعد راه لقاتنا اللهم بارك الله عليك الله يعاونك